ازاي تقدر تلجأ للمختص، ما تلجأش لمراكز ممكن اللي بنقول عليها مراكز اللي هي تحت السلم اللي ممكن تسبب لها مضاعفات وتسبب لها مشاكل هي في غنى عنها. ازاي نقدر نتعرف على الجديد في عمليات شفط الدهون؟ ده اللي هنحاول نعرفه النهاردة من خلال ضيفنا دكتور وائل غانم، استشاري جراحة تجميل واصلاح العيوب الخلقية بكلية الطب جامعة عين شمس. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. في بعض السيدات بيبقى عندهم يعني دهون زايدة في أماكن مختلفة في الجسم، وبعدين بيلجأوا إعلانات كتير موجودة تقول والله المركز ده وهشفط الدهون في خلال نص ساعة وهتنقصي مش عارفة قد إيه. نتعرف الأول على عملية شفط الدهون، هل كل الأجسام يصلح معها عملية شفط الدهون ولا لا؟ كويس أوي. وانا يعني طبعا انا عاجبني جدا بدايه الحلقه ان احنا نتكلم في السؤال ده. هو طبعا شفط الدهون في البدايه تعرفها ان احنا بنتخلص من دهون زايده في منطقه مش المفروض يبقى فيها كميه الدهون دي. بالظبط. طيب احنا هنتخلص من الدهون والدهون هتخرج والوزن هيختلف. ولكن ده مش معناه ان احنا بنعمل عمليه عشان نقل يعني ننزل. مش ده الرجيم، مش ده اللي هو التخسيس، ده مش نوع من انواع الرجيم. شفط الدهون هي عملية في المقام الأول إن احنا بنصلح الشكل اللي باظ بسبب الدهون. وبالتالي احنا مش بنروح نوزن قبل العملية وبعد كده نوزن بعد العملية. لأن ده معتقد عند ناس كتير جدا. ده في معتقدات كتيرة جدا يا دكتور فيما يتعلق بعملية شفط الدهون هنتكلم معاها تباعا يعني. تمام. ففي زي ما حضرتك قلتي إيه الأوزان أو إيه الحالات اللي تنفع فيها شفط الدهون؟ لازم نحدد الأول هي الحالة دي هل هي سمنة كلية ولا سمنة موضعية؟ لو في حالات بتبقى عندها السمنه الكليه او السمنه المفرطه زي ما بنقول، السمنه المفرطه هي اللي بيبقى معامل كتله الوزن اللي هي البي ام اي البادي ماس اندكس بيبقى اكتر من 30 داخل في 40 ويمكن اكتر كمان. دي حالات صعبه جدا ان انا اقرر اعمل فيها شفط دهون، زي ما قلت دي مش عمليه بتتعمل عشان انقص الوزن. ايوه. فدي حالات محتاجه تقل في الوزن بنظام غذائي معين، بنظام رياضه، ممكن استخدام العمليات بتاعت المعده عشان في ناس بقى عندهم عمليه التدبيس او ايا كان عمليه المعده، في ناس عندهم عدم تحكم في الاكل، فده قصه تانية خالص. اما شفط الدهون ان احنا عندنا تركز في دهون في مناطق كل موضعيه، ودي اللي بنسميها السمنه الموضعيه. ان احنا عندنا دهون الدراع زاد، البطن زادت، الجناب زادت، الارداف زادت، ده بيبقى هنا في مشكله. لان احنا واحنا بنعمل رجيم سيدات كتير جدا بتشتكي تقول ايه انا كل جسمي بيخس ما عدا منطقه معينه مش عايزه تخس خالص. يبقى معنى كده ايه؟ احنا بنخس وفي عندنا تحكم في الاكل، بنمشي على رجيم، ولكن في منطقه بقت ثابته. وده علميا وطبيا مقبول. ليه؟ لان ساعات بيبقى في دهون مركزه في منطقه معينه ما بتستجبش للرجيم. وبقى صعب جدا مع الرياضه ان هي تقل، لان في ناس برضو يعني حتى شباب بيقولوا كده انا بعمل رجيم وبروح الجيم لكن في منطقه معينه ما بتستجبش، مش عايزه تقل. حتى في ناس بيبقى عندهم يعني بيعملوا رياضه قاسيه جدا في البطن وبرضو البطن مش عايزه تقل. عندهم الاجناب ثابته ما بتقلش. هنا شفط الدهون بيبقى يعني مفيد جدا وبيجيب نتيجه ان احنا هتخلص من الدهون الموجوده اللي هي بقت صعب جدا تستجيب بالرجيم والرياضه. فبقول ان شفط الدهون بالمقام الاول هي علاج للسمنة الموضعية. طيب الحقيقة في بقى جزء بقى صغير كده بيبقى في حالات عندها سمنة كلية، بحتاج هنا ساعات اعمل شفط دهون على مراحل. يعني ايه؟ يعني بيبقى في مثلا واحدة سنها حاجة 20 سنة وزنها 120 ما دخلش لسه في السمنة المفرطة. وبتعمل رجيم 120 ولسه ما دخلش في السمنة المفرطة. يعني ما عداش بقى ال 130 او كده. ده بداية يعني احنا على اعتاب سمنة مفرطة.
بيبقى هي بتعمل ريجيم وبتعمل رياضة وعايزة تقل بسرعة عشان مقبلة على زواج مثلا. هنا عامل الوقت مهم جدا، لان هي طبعا ده هيسبب لها مشكلة. هنا ممكن الحقيقة ان انا استعين ان انا اعمل شفط للمناطق المهمة في جسمها زي البطن او الارداف او الذراعات بكمية معينة، وبقول لها خلي بالك انا هنا ببقى محكوم بكمية معينة من الدهون، لان كمية الدهون مش اشفط وخلاص. وده اللي يمكن كان معتقد هو عند الناس متخيلين ان هو اكبر قدر ممكن اشفط، اكبر قدر، مع ان بالظبط المفروض ان هنا في الحد في الفاصل، ليميت. بالظبط اللي ممكن يبقى هنا مؤذي، وان يعني عملية شفط الدهون هل بتتم يعني من خلال جلسة واحدة؟ يعني لو هي منطقة الأرداف يبقى على جلسة واحدة ولا أكتر من جلسة؟ واستخدام بقى هنا التخدير تمام. يبقى كلي ولا موضعي؟ لأن حضرتك عارف أكيد إن إحنا دايما موضوع شفط الدهون بيجي على طول ويقفز للذهن حادثة وفاة الممثلة القديرة سعاد نصر، على الرغم من دي ليها حالاتها الخاصة، تمام لكن احنا في كل مرة او بفرصة ان احنا بنوضح ان اذا كان بلجأ لطبيب مختص وان يبقى في مستشفى آمنة، تمام ممكن يبقى المخاطر اللي هي الطبيعية للعملية هي دي المخاطر اللي ممكن تبقى محسومة، تمام لكن اكيد العملية دي او عملية سعاد نصر كان ليها ملابساتها الخاصة. بالظبط. هو طبعا زي ما حضرتك قلتي هي دي حالة خاصة. الحاجة التانية، من ساعة الحادثة دي لحد دلوقتي آلاف الناس عملت عمليات شفط ومحصلش حاجة يعني الموضوع لم يتوقف طبعا. ولا واحنا كل يوم شغالين، يعني قصدي لو هي عملية خطيرة على الناس كنا لازم كل مجتمع جراحة التجميل يوقف شغل عشان دي عملية خطر، ومفيش حد دايما هيبقى عايز يدخل نفسه في مشكلة. لا، هي حالة خاصة زي ما حضرتك قلتي. في أي عملية في الدنيا سواء كان شفط الدهون او شد او اي عمليه في التجميل او غير التجميل ليها تحضيرات معينه. في البدايه لازم يكون المكان مستشفى مجهزه وعلى اعلى مستوى من التجهيزات الطبيه، بالظبط خاصه غرفه العمليات اللي هي بيتم فيها الجراحه او اهمها جهاز التخدير. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، الفريق القائم على العمليه مكون من الجراح المتمرس اللي عنده خبره، لسه بيجرب العمليه دي، اللي عملها كتير وعنده نتائج فيها وعارف امتى الليمت بتاعه زي ما حضرتك قلتي الحد الفاصل وامتى يزود وامتى يوقف. ده اول حاجه. الاستشاري التخدير المهم جدا، لان دي عمليه تجميليه مش عمليه طارئه. هنا التخدير بيبقى موضعي ولا تخدير كلي؟ التخدير الحقيقه بيبقى هنا تقييمي شويه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا هعمل منطقه في اعلى الارداف اللي هي ساعات بيبقى عند كتير جدا من السيدات والبنات متجمعه في الجناب، مش مستاهل اعمل بنج كلي هنا، ممكن بتخدير موضعي. لكن لو هعمل بطن كلها الحقيقه هنا بيبقى الموضوع بيبقى صعب جدا اعمله بنج موضعي. ممكن ينفع بنج نصفي بطريقه معينه بحيث ان هو يبقى واصل لاعلى البطن، ولكن في ناس بيبقى ساعات عندهم تخوف، يا دكتور انا مش عايز ادخل اوضه العمليات، مش عايز اشوف اوضه العمليات، انا بيبقى عندي يعني خوف ان انا يعني حضرتك بتراعي الحالة النفسية للمريض اللي داخل بالظبط. لحضرتك على أساس ان هو الحالة النفسية او العامل النفسي ده مهم جدا لإنجاح العملية او تقبلها. بالظبط. وبيبقى قرار مشترك. يعني ايه؟ يعني بيبقى في الحالة انا مثلا ببقى شايف ان هي محتاجة ممكن تتعمل بنج موضعي، بس الشخص نفسه عنده فوبيا او عنده خوف من العمليات، بيقول يا دكتور انا ما اقدرش انا استحمل بنج موضعي، يبقى ساعتها التخدير الكلي برضو امن، وده قرار بيبقى بناء على حالته. وفي العكس بيبقى هو شجاع جدا ومتقبل، لكن انا شايف ان المنطقه كبيره جدا هي تستحمل ان انا اقعد ادي كذا حقن عشان اغطي المنطقه ببنج موضعي، فاقول له انت هتتعب. فساعتها يعني بيبقى الموضوع متوازن، بيبقى قرار مشترك ما بين الجراح وما بين المريض. وبيبقى في ساعات معتقدات عند بعض المرضى، ساعات هنا بقى وظيفه الجراح ان هو يغيرها. يعني ساعات في حد بيبقى متخيل يعمل ببنج موضعي كل جسمه او كذا منطقه بنج موضعي، لا لازم الجراح يفهمه البنج الموضعي ده مش حقنه واحده، احنا لازم ندي كذا حقنه هو عشان موضعي، يبقى هو في يعني المنطقه بالكامل، مش يعني مش جزء مخصص بس يعني. بالظبط. فتخيل انا هعمل كذا مناطق، كل المناطق دي هديك كام شكه ابره. بالظبط. فبنقول للمره المليون التخدير الكلي ما فيهوش اي مشكله خالص. وبرده احنا كل ما بيبقى يعني نقدر ان احنا نعملها بنج موضعي بنعملها، مفيش مشكله خالص. بالعكس هي بتبقى اريح لي كجراح وبتبقى اريح للمريض. لكن لو انا لجأت للبنج الكلي، وده اغلب عمليات جراحه التجميل بتبقى بتخدير كلي امن ما فيهوش اي مشكله، مفيش اي تخوف او اي يعني رهبه من حاجه زي كده. العلم كل يوم بيقدم لنا جديد،
وبيقدم لنا تطور، تطورات وخصوصا في مجال الجراحات أو الجراحات التجميلية، تطور مذهل وسريع جدا. إيه الجديد فيما يتعلق بعمليات شفط الدهون أو يعني التعامل مع هذه الجراحات؟ تمام، هو طبعا يعني عمليات شفط الدهون طبعا تقدمت كتير جدا، والتقدم فيها في التقنية نفسها وفي الأجهزة المستخدمة في شفط الدهون. طبعا القوة الأجهزة المستخدمة، الكواليتي بتاعت الإبر اللي احنا بنعمل بيها شفط الدهون، لأن هي بتبقى حاجات رفيعة جدا عاملة زي الشاليمو كده بالظبط، حتى الفتحات بتاعت الشفط بتبقى حاجات يعني لا تذكر يعني. دي برضو تقدمت جدا، لأن هي يعني أغلب العملية بتعتمد على الإبرة نفسها بتاعت شفط الدهون. الحاجة التانية، الأجهزة دلوقتي بقت بقى فيها فايبريشن، وبقى فيها حاجات إن هي تقدر تحقن سوائل عشان تدوب الدهون وتشفطها في وقت قياسي، وده بيوفر وقت العملية. هنا برضو نقطة برضو عشان استوضحها، إذابة الدهون هي بتتم يعني عملية الشفط بيبقى الأول بيتم إذابة الدهون وبعد كده شفطها، ولا إيه اللي بيحدث عشان بالظبط؟ هو طبعا بيبقى في الأول إحنا بنحقن سوائل معينة مخصوصة، هي بتعمل إذابة وتكسير للخلايا الدهنية، وده اللي بيسهل بعد كده شفطها. بالزبط. يعني هي لازم الأول الدهون تتكسر أو الخلايا الدهنية تتكسر، وبعد كده تخرج الدهون في صورة شبه مذابة، وبعد كده يتم شفطها من المنطقة دي. دي بقى هنا بيعتمد بقى التقدم في الأجهزة، اعتمدت على الفكرة دي، هل استخدام الجهاز اللي هو يعمل فايبريشن أو يدخل أو يدخل الكمية السوائل بقوة معينة بحيث أن هي تدوب في وقت قياسي، أو استخدام الليزر طبعا. والليزر طبعا مهم جدا دلوقتي، كتير من عمليات شفط الدهون بتعتمد على وجود الليزر اللي هو بيدوب الدهون في وقت برضو سريع، وبيدينا نتيجة تانية كمان، أو بيدينا ميزة تانية إن هو بيعمل شد للجلد، لأن في ناس كتير أول ما بتقدم على العملية دي بيخاف من الترهل. من الترهل طبعا، لو في نسبة ترهل قبل العملية، هنا بنقول إن لازم يبقى مصاحب للعملية دي شد، وده كتير جدا بنلاقيه في السيدات اللي هي عندها تكرر الولاده. هل بيتم في نفس الوقت يعني عمليه الشفط وبعد كده الشد؟ بنعملها في نفس المرحله، ان احنا ممكن نعمل شفط للدهون وشد للمنطقه دي، وخاصه البطن، ودي شائعه جدا زي ما قلنا بعد الولاده. لكن في نسبه ترهل بتبقى بسيطه. هنا بقى لو احنا استخدمنا الليزر بيبقى مفيد جدا ان احنا نعمله، وده يعني بيعمل شد للجلد في نفس العمليه. وهو ده الجديد الحقيقه، ان هو الشعاع الليزر فادنا ان هو كسر الدهون، وفي نفس الوقت عمل يعني استثاره لطبقه الكولاجين اللي موجوده في الجلد، وده اللي بيخلي الالياف اللي هي الكولاجين تعمل شد كويس ومظبوط للجلد، وبالتالي نحسن نسبه الترهل اللي موجوده قبل العمليه. ايه الاحتياطات او مفروض الاجراءات اللي بيعملها او بتعملها يعني السيده اللي دخلت او الرجل اللي داخل عشان يعمل عمليه شفط دهون، بعد كده مفروض ان هو بيرجع لممارسه حياته الطبيعيه بعديها بقد ايه؟ تمام، هو الحقيقه في احتياطات قبل العمليه واحتياطات بعد العمليه. نعرف القبل وبعدين القبل طبعا في البدايه لازم نبقى عارفين ان احنا هل الوزن بتاعنا مسموح بيه ان احنا نعمل الشفط ولا لا. والحاجه الثانيه، لو هو وزننا ازيد من المطلوب لازم نخس الاول، وبعد كده المناطق اللي ما نزلتش هنعمل بيها الايه العمليه. بالظبط. الحاجه الثانيه، في تحليلات وفحوصات معينه لازم نعملها قبل العمليه، اهمها ان احنا نطمن على نسبه الهيموجلوبين في الدم. ليه؟ لان عمليه شفط الدهون زيها زي اي عمليه، بنخرج دهون ممكن يبقى مصاحب ليها دم. لو انا وصلت للحد بتاعي وفقدت نسبه من الدم، وانا اصلا الهيموجلوبين عندي قليل، ده هيدخلنا بعد العمليه في انيميا. فمش من المطلوب ان احنا يعني ادخل عين هو اصلا عنده انيميا عشان الانيميا تسوء بعد العمليه. لكن بنقول نسبه الهيموجلوبين المفروض ان هي ما تقلش عن 10، يعني يمكن ده في الغالبيه الناس، احنا طبعا في الشعب المصري عندنا نسبه الانيميا عاليه، فبنقول ان احنا ما تقلش عن 10 قبل العمليه. ده يعتبر الحاجات المهمه. لا طبعا ده قبل العمليه. لو السن زاد عن 40 سنه بيستحسن ان احنا نعمل فحوصات ازيد، نطمن على حاله القلب، نطمن على التنفس، ولو في طبعا سمنه داخليه او حاجه بنعمل اشعه سونار على البطن. ما بعد العمليه انا بقى دايما بركز وباكد على كل حاله بتعمل شفط دهون، بقول لها انت هتعملي العمليه دي مش عشان اديكي كارت بلانش ان انت تتخني وخلاص ما عدتيش هتتخني تاني، لا ده مش معناه كده، لازم نحافظ على جسمنا، عشان انا حرمت الجسم من الدهون، الجسم بقى عنده شره بشكل كبير جدا هو يعوضها. فاللي مش هيحافظ على وزنه سواء كان بالرجيم او بالرياضه بعد العمليه، ممكن الوزن يزيد بنسبه كبيره جدا وبصوره سريعه بعد العمليه، عشان كده لازم نحافظ بشكل سليم على الوزن وعلى الرياضه.
حضرتك كده اجملت لان هي فقرتنا خلاص انتهت، ان هو في نصائح حضرتك تفضلت بيها ان هو قبل العمليه ان المفروض ان ابقى داخله عارفه، او داخل اللي يعمل العمليه داخل عارف ايه هي حدود النتائج اللي بعد كده، ما بقاش متوسم ان هو هيبقى فيه نتائج مذهله، لكن ممكن يبقى النتائج دي مصاحبها ان هو بيعمل رجيم، ان هو بيعمل رياضه، يبقى كده هيحقق له الشكل او بيحقق لها الشكل اللي هي بتتمناه. ان العمليات امنه، وان في الجديد كل شويه في عمليه تطوير الآلات والفريق الطبي اللي بيقوم بالعملية، خصوصا اللي هو مختص ومستشفيات على درجة من الاستعدادات وخاصة غرفة العمليات. أنا بتمنى لحضرتك التوفيق، وبتمنى أن حضرتك من خلالك إن شاء الله دايما نتعرف على كل ما هو جديد وكل ما هو آمن في التعامل مع التجميل أو الحفاظ على جمال زينة في برنامجنا زينة. مرسي جدا لحضرتك. انا في النهايه بشكر ضيفي الكريم الدكتور وائل غانم، استشاري جراحه التجميل واصلاح العيوب الخلقيه بكليه الطب جامعه عين شمس. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك جدا.